اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين من جديد، وبرعاية كريمة من امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل. تم اطلاق اكبر مبادرة سعودية للابداع بالتزامن مع اليوم الختامي للموسم السعودي الاول للابداع، وايضا تم الاعلان عن اسماء الفائزين بالجائزة التقديرية للمبادرة بارقة الابداع. حديثنا اليوم مشاهدينا سيكون عن هذه المبادرة الضخمة التي جمعت 40 مبدع سعودي مع الأستاذة سفانة دحلام من مؤسسة المبادرة الوطنية السعودية للإبداع من استديوهاتنا في جدة. يا رسالة فيك أستاذة سفانة. أهلين، السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذة سفانة، يعني في البداية بادرة الإبداع السعودي يمكن هي أول المبادرات التي تدعم رؤية المملكة 2030 لمسيرة الثقافة والإبداع اللي ركزت عليها المملكة بشكل كبير خلال هذه الفترة. حابين لو تحدثينا عن نواة هذه الفكرة وبداية تأسيسها. الفكرة صراحة بدأت من 3 أعوام عندما وجدنا أن القطاع الإبداعي يحتاج إلى كثير من الدعم، سواء من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي، حتى ينهض بصناعات جديدة تمكن من خلق اقتصاد إبداعي يسهم في الاقتصاد الوطني. نعم. الفكرة كانت هي أنه عندنا كثير من المواهب الموجودة في المملكة في كافة، يعني في كافة أرجاء المملكة، ولكن هذه المواهب ينقصها نوع من بناء المهارات وتطويرها حتى تصل للتنافسية. ولذلك بدأنا بمحور أول في هذه المبادرة، وهي خلق منصة لتبادل أو نقل المعرفة العالمية الإبداعية للشباب والشابات السعوديين، وذلك من خلال أسابيع الإبداع السعودي. بدأت في 2013 بمشروع تجريبي، وفي 2014 و15 بمشاريع تجريبية أخرى، حيث و2016 انضم 12 أسبوع إبداعي في 12 قطاع إبداعي، حضر فيه 50 خبير عالمي إبداع مبدع لينقل المعرفة في هذه القطاعات، يعني قطاعات من فنون الطهي للميديا والإعلان للصحافة والنشر للأزياء للمجوهرات الابتكار الاجتماعي، يعني قطاعات مختلفة. ممتاز. أكثر من 8000 شابة وشاب حضروا هذه ورش العمل وتأهلوا وطوروا مهاراتهم. نعم. فكان هذا أول محور من محاور المبادرة. ممتاز. طبعا تعددت يمكن المحاور الثانية. تفضل يا أستاذة سفانة. أي المحاور الثانية هي محور التواصل، وهو أنه بعد تأهيل هؤلاء المبدعين يجب أن يكون هناك منصات تمكن هؤلاء المبدعين من التواصل بعضهم ببعض أو من التواصل معهم إذا كنا نبحث عن الإبداع، وسواء كانت منصات فعلية كالحفل الختامي أو الحفل انطلاق المبادرة بالشكل الرسمي، أو منصات رقمية كالبوابة الإلكترونية للإبداع والتي دشنت في النسخة الأولى أمس بفضل الله تعالى. نعم. طيب كيف كان الإقبال على هذه النسخة؟ تشوفين أن الشباب فعلا، أكيد الشباب السعودي عندهم يعني مهارات كثيرة حابين ينمونها، لكن كان في إقبال على مثل هذا العمل، يعني ومثل هذه تقريبا يعني المبادرة الإبداعية؟ والله كان في إقبال كبير. الإقبال تفاوت من قطاع لقطاع، في قطاعات شهدنا فيها إقبال جدا كبير، وقطاعات كان الإقبال فيها ضعيف، ولكن هذا جزء مما يعني جزء من أهداف المبادرة هو التعرف على مدى الإقبال ومن هم الفاعلين في هذا القطاع. يعني عندنا قطاعات كان الإقبال فيها ليس بالإقبال القوي، كصناعة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية كان ليس إقبال بالشكل الكبير، بينما الأزياء والمجوهرات والعمارة كان الإقبال فيها جدا كبير. ممتاز. المبادرة تهدف، وأحد منتجات المبادرة هي القيام بأول بحث تطبيقي وكتابة تقرير عن الصناعات الإبداعية في المملكة. ولذلك هذه الأسابيع كلها سيتم
دراسة البيانات المتحصلة منها وكتابة هذا التقرير ليكون بداية لكل من يريد أن يبادر، بحيث توجد بيانات يمكن موثقة يمكن الرجوع لها لكل من أراد هذا، يعني هذه البيانات، سواء كانوا أكاديميين أو قطاع حكومي أو قطاع خاص فيما يخص الاستثمار. نعم، بالإضافة يمكن الإقبال أيضا استقطبت يعني ما شاء الله شخصيات لديها الخبرة والرؤية الشاملة لمبدأ الثقافة المبتكرة، ويمكن أيضا كان الهدف اللي هو الأساسي والملحوظ من هذه المبادرة السعودية الوطنية هو استقطاب هؤلاء الشخصيات. كيف كان هذا الموضوع وإيش أهمية استقطاب مثل هؤلاء الشخصيات في هذه المبادرة؟ والله شوف، المبادرة يعني أسست أو بنيت على أساس تكون آلية للتحول الوطني، وأسست على مبدأ الشراكات المجتمعية، سواء كانت شراكات مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو مع الأفراد. فعندنا كثير من البرامج، عندنا برنامج الشراكات وهم شركاء المبادرة، والذين يعني منهم صندوق تنمية الموارد البشرية، غرفة جدة، مركز الملك فيصل للأبحاث، جامعة اليو بي تي، كلهم هذولا كانوا شركاء لهذه المبادرة. وهناك برنامج الرعاية وهم رعاة المبادرة، عندنا أكثر من 40 شركة صغيرة قدمت خدمات للمبادرة، وأيضا برنامج التدريب للتشغيل، وهم مجموعة عندنا 150 متطوع ومتطوعة انضموا للمبادرة لتشغيلها. ففكرة المبادرة تقوم على أنها هي مظلة كبيرة يسهم فيها الجميع لتحفيز ودعم الشباب ووضع أسس للصناعات الإبداعية. فكثير من المهتمين في هذا المجال، سواء مجال الإبداع أو سواء مجال الشباب أو سواء الخدمة المجتمعية والتنمية المجتمعية، انضموا في ظل هذه المبادرة. فأنا أعتقد أنه صحيح لم يكن هو الهدف الأساسي للمبادرة، ولكنه هو من أكثر الأشياء التي نفخر أننا قدرنا نحققها، إن قدرنا نستقطب كل هذه الكيانات، وقدرنا نستقطب شخصيات كسمو الأميرة، صاحبة السمو الأمريكي الأميرة هيفا الفيصل، سعادة الأستاذة ثريا عبيد، الأستاذ الدكتور غازي بن زكر، كل من هذول المهتمين الذين حضروا لدعم المبادرة ودعم الشباب. ممتاز، يعني بارقة الإبداع أكيد لها دور كبير يعني، والحفل أكيد كان فيه تفاصيل كثيرة راح نحتاج ويطول الحديث عنها أستاذة سافانا، لكن بستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين نطلع في فاصل قصير ومن بعده أكيد مستمرين في فقرتنا. عدنا لكم مشاهدينا مجددا وأكيد فقرتنا مستمرة عن مبادرة بارقة الإبداع مع ضيفتنا من استديوهاتنا في جدة الأستاذة سفانة دحلان. أستاذة سفانة، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن الصناعات الإبداعية في المملكة، لكن يعني لو تكلمنا مثلا عن الصناعات الإبداعية هذه المتنوعة في المملكة، ويمكن قسمتوها من قبلكم يعني خلال بارقة الإبداع لكثير يعني من المجالات المختلفة علشان يعني تغطي جميع مراحل الإبداع في المملكة، وأيضا ركزتم عليها في مختلف مدن المملكة. حابة لو تكلميني عن هذه الصناعات الإبداعية. الصراحة بارقة الإبداع هي جائزة تقديرية تعتبر أحد مشاريع المبادرة الوطنية للإبداع. الفكرة منها جاءت صراحة بعد ما جلسنا مع الشباب وتحدثنا معهم عن امتهانهم لأي قطاع من قطاعات الإبداع كالتصوير أو التصميم وغيره. كان كثير من ردود الفعل تقول لنا طب ما حد قدر اللي قبلنا، كيف حيقدرونا إحنا؟ فكان هذا منبه قوي أنه يجب نشر ثقافة التقدير اجتماعيا، ولذلك بادرنا في المبادرة بالبحث عن أسماء كانت حملت شعلة الإبداع في السنوات الفاتت، فكانت أحد الأهم المواصفات أنه يكون شخص مولود من عام 1932 ل 57 هذا العام،
وأنه يكون أسهم بأعمال أثرت الثقافة أو الهوية الإبداعية السعودية. ومن هنا اخترنا 9 قطاعات يتم تكريمها هذا العام. منها كان الآداب والفنون والحفاظ على التراث والصحافة والإذاعة والتلفزيون، وفازوا فيها نخبة استمتعت كثيرا بالبحث عنهم والتعرف عليهم من خلال أعمالهم ومن خلال لقاءات عملناها مع ناس حواليهم حتى تمكننا للوصول لكل المعلومات عنهم. ممتاز. ومنهم الأستاذ حسين النجار، الأستاذ حامد شلبي في التصوير، الأستاذ محمد سالم باجنيت في الخط العربي، والأستاذة نادية الزهير في التصميم، والدكتورة ملحة عبد الله في المسرح. وكانت هذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لي أني أرى بنت بلدي منذ زمن كبير امتهنت المسرح وأصبحت جميل. خبيرة فيه لدرجة أن تدرس مادتها في مسارح برلين. فكان جميل. هذا بالنسبة لي مصدر فخر، وحبيت أنه أشارك في الجميع. والمجلس الاستشاري قام بانتخاب هذه الأسماء، وتم انتخاب هؤلاء الأسماء، وكرمناهم أمس، وتمنى أن تستمر ثقافة التقدير. قرر المجلس الاستشاري أن تقدم جائزة بارقة الإبداع كل عام في الجهة أو المدينة المستضيفة لهذه الفعالية، بحيث أنه هذا العام تم اختيار الفائزين من منطقة مكة المكرمة، والعام المقبل الجهة المستضيفة يتم البحث عن مبدعينها وتكريمهم. ممتاز. تكلمنا عن جائزة بارقة الإبداع، لكن حابين نعرف هي عبارة عن إيش وإيش تفاصيلها أستاذة سفانة؟ بارقة الإبداع هي جائزة زي ما قلت تقديرية، وهي عبارة عن درع يقدم لأشخاص زي ما قلت أنه من مواصفاتهم يكونوا مبدعين، أن يكون من مواليد من 32 ل 57، أن يكونوا أسهموا وأثروا الثقافة السعودية وقدموا أعمال جدا واضحة ويعني يستحق تقديرها، وأن يكونوا أشخاص لم يقدروا قبل ذلك أو لم يلتفت لهم الإعلام أو المجتمع كثيرا. ممتاز. فكانت هذه هي مواصفات أو طريقة اختيار هؤلاء الأشخاص. نعم، يعني هي جائزة بارقة الإبداع عبارة عن جائزة تحفيزية وتقديرية في نفس الوقت. يمكن تم تجسيد. نعم، وهي يعني أحد مشاريع. نعم، أحد مشاريع. تفضل. هي أحد مشاريع المبادرة. ممتاز. هي أحد مشاريع المبادرة، لأنه زي ما قلت لك المبادرة فيها أسابيع الإبداع السعودي، وهي عبارة عن برامج تأهيلية وورش عمل تتم خلال 3 أشهر في 12 قطاع، ومن ثم عندنا بارقة إبداع وهي جائزة تقديرية، وعندنا فعالية اللي بنعملها اللي هي الانطلاقة الإبداعية، وهي الحفل الختامي وحفل انطلاق العام المقبل، وهي منصة يتعارف فيها الأشخاص. تمت فيها عدة فعاليات مثل عرض أعمال مبدعين مبتدئين حتى يتمكن المجتمع من التعرف عليهم ويأخذوا النقد الإيجابي ويتبنوه لتطوير مهاراتهم. كان أيضا هناك حوار ثقافي بين المملكة وبين فنانة مسلمة عايشة في لندن، الفنانة صديقة جمعة. ممتاز. والتي رسمت 56 لوحة عن الكعبة ولم ترى الكعبة إلا الآن. جميل. صراحة يعني نماذج مشرفة شاركت معكم خلال هذه البادرة أستاذة سافانا، وما شاء الله عليكم يعني حققتوا العديد من الإنجازات يعني خلال هذا العام أو خلال 2016 بالتحديد، وكان أبرزها انضمام ما شاء الله 30 مؤسسة عالمية داعمة للمبادرة. كيف لقيتوا هذا الدعم وانضمام مثلا 30 مؤسسة عالمية لكم خلال المبادرة هذه الإبداعية؟ كان إيش شعوركم وقتها وكيف يعني تعاملتم مع هذه المؤسسات العالمية؟ صراحة تعرف المبادرة بدأت خطوة بخطوة. بدأت بفكرة، والفكرة تطورت لمشروع
درس جيدا قبل انطلاقه. زي ما قلت لك من 2013 بدأنا، فلما عملنا المشروع التجريبي الأول تعلمنا من كثير من الأخطاء لأنه هي مبادرة جديدة. وفي 2014 وضعنا النظام التشغيلي واختبرناه وطلع فيه كثير من الفجوات التي يجب تخطيها، ولذلك في 2015 عملنا مشروع تجريبي آخر. أعتقد المشاريع التجريبية هذه أعطتنا نوع من المصداقية أمام كثير من الناس، لأننا اعترفنا بغلطاتنا أو بإخفاقاتنا. ولما قدمنا المشروع لهذه المؤسسات الدولية، سواء الجامعة الأمريكية في بيروت أو كينغستون يونيفرسيتي أو أيكوم، كلهم نظروا، عرفوا أنه في مصداقية في العمل وفي استمرارية وفي حافز للاستمرار. فلم يكن المسألة صعبة بالنسبة لإقناعهم لأنه كان لدينا كل الأسباب. ممتاز. لأنهم ينضموا لهذه المبادرة. يعني قبل الختام، أكيد ما شاء الله مع الإبداع اللي احنا تحدثنا عنه، والإبداع أكيد نقدر نقول هو موجود في كل مكان وما يقتصر على فن أو مجال بحد ذاته، فإيش هي رسالة المبادرة السعودية الوطنية للإبداع اللي تتمنون أنها تصل للعالمية بإذن الله وتصل للجميع؟ والله أتمنى أنه كل مبدع يأخذ الفرصة التي يستحقها، سواء كانت الفرصة في التحفيز والتمكين أو كانت التقدير، لأنه هذا الشيء الذي يبحث عليه المبدع. وأتمنى أنه في 2030 تصبح المملكة مملكة الإبداع بإذن الله. أكيد جميع الشباب السعوديين والفتيات السعوديين والمجتمع الخليجي مبدع، ونتمنى الإبداع في جميع المجالات بإذن الله. الأستاذة سفانة دحلان، مؤسسة المبادرة الوطنية السعودية للإبداع، شكرا لك. إذا أعزائنا المشاهدين، أكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مفرزنات رمضان توفر الوقت والجهد والموظفات هن الأكثر إقبالاً عليها.